ناموا الولاد؟ ايه نام. مريم شلونها؟ الحمد لله صارت احسن بعد ما اجت استثنى عيني وكبستها، صارت كثير كثير منيحه. الحمد لله الحمد لله. خير. شو رأيك نبعث الصغير على مدرسته؟ لا لا بعدين بعدين. هيك أولى؟ يا بنت الحلال تهدى الأوضاع شوي. نحن هلا طالما غيروا عناصر الدرك بصير أمان أكثر، وقت نبعته. إي مثل ما بدك. الظاهر ما رح يبعثوا الولد على المدرسة. هذا الشيء لازم يوصل لمعاد خان. بس كيف؟ والتاني على أساس كل يومين الثالث رح تعمل لهم زيارة للجماعة وإنقل لهم الأخبار المهمة. شو بدي أعمل؟ إيه نعم يا أم طالب، هذا رأي معبدو لما شافت حالة مريم. ولحنا من الأول قلنا هالحكي. هلأ إذا مثل ما عم تحكوا أنتوا أنه معمول عمل، بيكون هذا موجه ضدي أنا ولا ضد مريم؟ والله يا ابن الحلال علمي علمك. أيوة. طب إذا كان موجه لمريم خص نص، مين بده يكون وراه؟ الله أعلم. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من كل شر عظيم. شو هالبلوة هاي؟ هلأ أنت تقبر قلبي، اهدى وطول بالك، ترك الموضوع علي. أنا الست نعيمة وعدتني خير وإنها بأقرب وقت رح تنهينا الموضوع كله. لك يلا، بدي أخلص من القصص، وراي مشاغل يا أمطالي. إن شاء الله إن شاء الله بنخلص بأسرع وقت تقبرني، بس أنت هدي لي هيك بالك، بدي أحكي معك بموضوع. شو بدك كمان أحكي؟ تقبر قلبي، الست نعيمة والله عتبت علينا. حسبي الله ونعم الوكيل يا أم طالب، حسبي الله ونعم الوكيل. يعني مشان موضوع البسملة بدنا المسبحة الألفية وبدنا البخور والعطورات والزعفران والملح الصخري. خلاص كله مأمن ولا يهمك. خلي لي إياك يا حق ولا يحرمني منك. هذا أنتي؟ خير؟ أنا أسفة أزعجكم يا سيدي، بس بصراحة راسي عم يجعني كتير وما عم بقدر نام. سلامة راسك تقبريني، هلأ بلفلك يا. أنا بعرف أني تقلت عليكم يا ستي. لا تقبريني، ما تقلتي علينا، كتر خيركم. خير الله، أنت صرتي منا وفينا. يلا تعالي تقبريني، تعالي. سلامة راسك. نزلت ميطهم كأنه ما حركيهم هي تقبرني خس الجوع حبيبي. روحوا شوي على المرجوحة وهلا بيصير الأكل. يلا روح. تفضل. يسلم وزياد. الله يعطيكم العافية، خلي لي ياكم يا حق. الله يعافيك. ايه ميمي، عم بقول طالما تأجل العرس وهي المسبحة الألفية موجودة والزعفران والبخور والعطورات، نعمل البسملة بكرة على بكرة. ايه والله يا مو، يا ريت. أمي هلأ هي فيها ألف حبة؟ لكن يا مو لكن، ليش اسمها ألفية؟ عزمية بكرة بدك تساعدينا بالبسملة. ها نعيوني يا خانة. إيه لكن أنا رح روح البيت أمروا على الست نعيمة. الله معك معي. بدكم شي؟ لازمكم شي؟ سلامتك. سلامة قلبي.
السلام عليكم. أهلين أخي. وعليكم السلام. السيد حسان بعتني أقول لجنابيك إنه عاوزك بجوز كلام عنده بالبيت. إيه؟ وبيمون هذا صهري الغالي على عيني وراسي. أجواد وكرام من يوم يومكن يا ست أم طالب. الله يخليك ويسلمك، إن شاء الله ما بتأخر اليوم وبكون عنده. يلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. فهمني يا أبو الهول، شو القصة؟ ركز معي. أبو سمرة. نعم. أعضاوات الحارة أجلوا العرس الخميس بعد الجاي، بعد ما الخلايا كانوا مجهزين أمورهم ومرتبين حالهم ومضبوطين أغراضهم. بتعرف شو معناته هالحكي؟ معناته إنه نحن أولاد قدامهم. والله يا أبو الهول، كلامك كله جواهر. الناس ضاجت، بدها تعرف شو قصدهم بهالحركة، بدهم يهتونا هات بالعرس يعني. والله معكن حق، والله معكن حق يا أبو الهول. أنت مو مثلي، أنا رحت خبرتهم واحد واحد، لو تشوف لونهم كيف انخطف. أنا عم أقول لك، بتعرفوا أب سعيد؟ إيه طبعاً بعرفه. أب سعيد صار ناطر يوم الخميس. فعلاً مو حلوة أجلوا العرس بعد ما أعلنوا عنه. أبصر شو فيه. وما عرفت شو سبب التأجيل يا أبو يحيى؟ أبداً سيدي. كل اللي عرفته انه تأجل العرس. معناتها لازم نخبر الدكتور عصام عن التأجيل. معلوم سيدي. تعرف انه نحن من ورا هالقصة رح نتأخر شي 10 ايام؟ شو بدنا نسوي سيدي؟ مضطرين. مشان هيك انا رح خبر الدكتور عصام ينزل على الحارة يتحرى الوجوه عن قريب قبل العرس. اذا بدك تجي لرأيي يا سيدي خليها للعرس احسن، لانه اكيد رح يكونوا كل اهالي الحارة مجموعين. انت هيك بتشوف. اهلين مرت عمي. يا اهلا وسهلا ابو خضر. طلع استناني برا، انا هلا شوي بدي اطلع معك مشوار. اهلا وسهلا مرت عمي، تفضلي. زارتنا البركه والله. يا اهلا وسهلا. يا ميت اهلين بست ستات الشام، نورتينا. الله يجبر بخاطرك، خلي لي اياكي. رح ساوي لكم قهوه. لا تقبريني، تعالي عدي عدي، بدي اشوفك عدي. لك يا ميت اهلا وسهلا، نورتينا والله. يا اهلين وسهلين. ايه تقبرني. اللي شوفي، من وقت ما قال لي ابو يحيى انك بدك يعني، وانا افكار عم تاخذني وافكار عم تجيبني. احكي لي شوفي. لا طولي بالك مرت عمي، مو لهالدرجه، بس بصراحه بعد ما زارتكم خالتي بالبيت قالت لي مريم معمل لها سحر، ما كتير فهمت عليها انا. المهم انه نحن بدنا نعالج مريم يا مرت عمي. الله يخلي لي اياك يا صهري. بصراحه نحن حكينا مع الشيخه وقالت لنا نفس الحكي. يعني كلام خالتي صح؟ الله أعلم، بس لحنا مالنا ساكتين بنوب بنوب، والشيخة اللي سألناها عم تشتغل على هالأساس، ووعدتنا بالقريب العاجل تحددنا شو نوع هالعمل. يعني مرت عمي فهميني شغلي، شو هالسحر اللي بيقلب المحب لعدو؟ صايرة وبتصير كل يوم وكل ساعة. ما بتفرق يا مرت عمي، المهم نعالج مريم. لا تاكل هم تقبرني، مثل ما قلت لك نحن مالنا ساكتين، وبكره باذن رب العالمين عاملين بسملة على هالنية. خير ما عملتوا بهالبسملة، لانه مريم اكيد ما عمل لها عمل. الهي كسر ايديهن ويعمي عينيهن، الهي اللي عمل هذا الشيء. يا رب ترجع لك عن قريب وترجعوا لبعض يا رب. امين يا رب امين. مرت عمي معلش انا عذريني عندي مشوار. يلا بخاطركم. مع السلامة. تقبرني. شفتي يا ام طالب؟ شفتي يا عم طالب قديش هو زعلان على مريم؟ ما قالوا حدا بهالدنيا غيري وغيرها. شو طالع بإيدي أعمل يا أم عبدو؟ الله وكيلك، عندي يا بغلاوة ولادي. هيك الله رايد. لا إله إلا الله، مشان هيك عم قول يا أم طالب صار بدها حركة. مالنا ساكتين، الله وكيلك مالنا ساكتين، وبكرة بإذن رب العالمين عاملين البسملة على هالنية. ولولا خوفي من تعصيب مريم عليكي لأدعيكي أول وحدة. يا ريت يا أم طالب لو بيطلع بإيدي عيوني لقدمهم لمريم. يخلي لي ياكي ويخلي لي هالعيون يا حنونة. تسلمي لي، بدي استأذن منك. يا دوبني هيك أعزم جيراني ومعارفي مشان يساعدوني بالبسملة. إذنك معك تقبريني، وإن شاء الله الله يجعل هالبسملة خير عليكم وعلى مريم. يا بلالة شامي الذهب والفضة. الله أكبر يا وطن. يوم الوغى ننده نقول الله أكبر يا وطن. اسمك مطرس بالذهب والفضة. الذهب العدا ولا تقبر.
ولا توب الردى لنهى بالعدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب بشرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصعب فوح يا